بارد صغير صح؟ كاتب عندي انا كامل لاتيه في سوفت كامل كامل لاتيه ولا سوفت؟ أبو واحد صفت ها؟ صفت كامل؟ إيه صفت كامل بارد الحار؟ حار وسط ولا صغير؟ صغير عطي الواحد اسبريش لاتيه حار برا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير وكل حب. اليوم قلت حبايب قلبي أخذكم معايا وين ما أروح. اليوم الأجواء مرة ممطرة ممطرة وجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء الشتاء أجمل أجواء بصراحة عندي، مع إني من عشاق البحر أحب البحر في الصيف، بس اليوم جتنا والله أمطار، جتنا والله قليلة بس مرة ما شاء الله تبارك الرحمن، التهتيل ما زال مستمر. شفتوني أول صورت لكم مقاطع جميلة وخفيفة، طلبت نوتيلا براوني، براوني بالنوتيلا أول مرة، أنا دائما أكل براوني يكون سادة، المرة هذه براوني بالنوتيلا. اليوم سبحان الله ما كان لي نفس أبدا إني أتغدى أو إني أكل شيء، سويت لي قهوة أمريكية وشربتها وعليها. أصعب اختيار لما أختار القهوة التركية. بالشوكولاتة. كوكيز. ما عمري جربت تلاقي قاسي من جوا. هذا يا بنات هذا يجنن عشق الطفولة. سوبر ماركت رامز هذا صح، عندهم دريفتي صلحات شو هذا الجديد صح؟ دوائر دوائر ليز ليز ما قد شفته ما قد خدنا تركي مقطع لي هذا دريت الصح أقول لكم رامز عنده كل حاجة خطر على بالك. لحظة، عنده خضروات، عنده فواكه، عنده شوفوا الأشياء هذه مدري وش الخرابيط،
عنده الله يكرمكم جزام، عنده شنط. ما أدري إيش كنت أبغى. شيء. بس ما نعرف مقاسكم. هذه حلوة. شكلي باخذها بس ما في الا هذا اللون. ناخذ الوردي. انا اذا ما طيحت شيء ما ارتاح. هذه ثلاثة ريال. شوفوا الشوز، نفس شوزات شيئن. شايفين كأنها حقيقية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأمطار ما زالت مستمرة. لا إله إلا الله، اللهم اجعلها صيبا نافعا. واخذتكم معايا بالأجواء الحلوة هذه. اليوم تبوك ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار ما هي قوية بس إنه تهتيل، بس الأجواء مع إنه ليل الجو مرة يجنن. وأكيد لازم ناخذ شاي جمر ونستنى ما شاء الله الناس، الله يرزقه من فضله بإذن الله يا رب. الفيديو هذا للمتعة فقط، حبيت اني ما اغيب عنكم واصور لكم مقتطفات من حياتي او من يومي. واحد حبق واحد نعناع. حبيت أوريكم هذا البن، أخذته قهوة تركية، إن شاء الله يكون لذيذ. أول مرة أنا أجربه، إن شاء الله يكون طيب. واشتريت هذا عشان يساعدني بتنظيف الحوش. أنا كان عندي واحد أخضر بس خرب علي واشتريت هذا، إن شاء الله يكون كويس. شوفوا في كذا كذا يعني درجة، تبغي قوي تبغي خفيف، تبغي لسقاية الزرع يكون خفيف، تبغي للشطف يكون قوي. إن شاء الله يكون كويس. لاني قبله كان عندي واحد اخضر، كان عندي واحد لونه كذا اخضر، كان كويس معاي، ساعدني بتنظيف الحوش والشطف زي كذا، لما اسقي بس خرب علي
لما شفت هذا أخذته زي ما أنتوا شايفين، يعني التنظيف، حتى تنظيف السيارة، سقي الزرع، شطف الأرضيات. بس ترى هذه الأشياء فعلا تراها والله تساعدك مثلا في دفع الموية. بس حبيت أعلمكم عليه وأوريكم هو. وهنا حابة أتكلم عن المنظف لوجيك، مكتوب عليه إزالة الدهون والزيوت والبقع من الموكيت والملابس البيضاء، وتنظيف الأفران وأواني الجلي والمطابخ برضو، ويستخدم أيضا للأرضيات اللي هي زي السيراميك. أنا كنت جبته بس ما كنت أقرأ يعني إيش مكتوب. أترى إنه كمان كويس للملابس البيضاء إذا كان عليها بقع، زي ملابس الأطفال أحيانا بقعها عنيدة، يلعبوا بالطين، يلعبوا بالتراب، أحيانا بالعشب الأخضر برضو يمسك بالملابس. حلو، له عدة استعمالات. زي ما انتو شايفين عشان أصوروا لكم كذا أوضح، اسمه لوجيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، كل خير وكل حب. كيفكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اليوم بعمل معاكم عجينة المعتادة. كل ست بيت أكيد تعرف تسوي العجينة. طبعا مكونات العجينة أكيد طحين، خميرة، حليب، ذرة ملح، ذرة سكر، بيكنج باودر، ومع السوائل أكيد اللي هي زيت، وتعجنيها بالموية. حبيت أعمل معاكم طريقة فطائر السبانخ، بس أنا السبانخ حقتي جامدة من شركة السنبلة، أكيد بإذن الله أنها تكون ممتازة. شفت أختي وحبيبتي وصديقتي اليوتيوبر توليفة زهور، أقول لك شكرا 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 لأنك شجعتيني أني أعمل السبانخ، فطائر السبانخ. وسبحان الله أنا اشتريت أصلا السبانخ هذه عشان أعمل الفطائر، وسبحان الله أنت سبقتيني وعملت الفيديو، وأقول لك شكرا شكرا من أعماق قلبي يا حبيبتي. أنا بإذن الله هعمل السبانخ إضافاتك، وأكيد لمسة من لمسات ميرا الزامل. زي ما انتو شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، خلاص عجنتها، ودحين خلاص اغلفها بالنايلون واخليها ترتاح لمدة ساعتين او ساعة ونص. زي ما انتو شايفين يا حبايب قلبي، سويت البصل على شكل شرائح رفيعة جدا جدا، طبعا بالآلة. سويتها على طريقة أمي لما كانت تعمل لنا فطاير السبانخ، وكانت لذيذة ومميزة وذكرى لا تنسى. سبحان الله، لازم الذكريات كما تكبري كما تسترجع الذكريات، سبحان الله. خليتها زي كذا شرائح رفيعة طبعا بالآلة، وأكيد لازم عصير ليمون وفير، وطبعا رايح أحط زيت زيتون، ورايح أحط دبس الرمان، هذه إضافة جميلة من توليفة زهور، وأيضا ملح على ملح حسب الرغبة، وفلفل أسود وسماق. والإضافة اللذيذة اللي كانت ماما تحطها أكيد اللي هي زي ما انتم شايفين ليمون مجفف يعطيها حموضة ولذاذة، مع الليمون العادي يعني طعم فوق الخيال. لما أقول لكم فوق الخيال يعني لذاذة في القمة. وطبعا السبانخ حقتي زي ما قلت لكم إنها
من شركة السنبلة. يلا بينا نحطها على النار. دحين حطيت البصل على النار وحطيت عليه طبعا زيت زيتون. استنى لين البصل يذبل عشان احط البهارات معاكم. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي انا ضفت الفلفل الاسود والملح والسماق والليمون المجفف البودرة. وضفت كمان عليها دحين اضيف دبس الرمان. زي ما انتم شايفين دبس الرمان عندي دبس الرمان. وابغى اضيف كمان عليها ليمون سايل. خلاص اطفي النار لاني بس ابغى البصل يذبل، بس فقط يذبل. خلاص يا حبايب قلبي دحين حشوتي جاهزة. خلاص دحين اضيف السبانخ. والنصيحة يا حبايب قلبي اذا استخدمتوا سبانخ مجمدة من اي شركة عادي ما تفرق، بس شركة السنبلة شركة ممتازة كأنها طازجة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الخضار حقها كيف صفوها. النصيحة اذا استخدمتي سبانخ مجفف صفوها. شايفين الحشوة ما شاء الله تبارك الرحمن خلاص صارت جاهزة، وعجينتي ما شاء الله تبارك الرحمن سوفت. شايفين كيف مرة لينة ما شاء الله ومنتفشة. وكذا يا حبايب قلبي خلاص انتهيت من حشوة السبانخ. ودحين احط على الوجه طبعا صفار بيض عشان يعطيها لمعة وجمال. وزي ما انتم شايفين كذا يا حبايب قلبي خلاص انا دحين ادخلها الفرن. حطيت عليها طبعا بيض ورشيتها بالسماق وعلى الفرن. طبعا الفرن مسبق انك تكون مشغلة. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن بس انتبهوا يا حبايب قلبي لما تقفلوها خلوا الأطراف جافة. شوفوا هنا هذه انفتحت علي. وعلى فكرة ترى شايفين الجمال ريحتها جميلة جميلة فوق الخيال. دحين أرصها بالصحن هذا عشان تعطي جمال ريفي. ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة المخبوزات خيال. بس نصيحتي يا حبايبي زي ما قلت لكم إذا استخدمتوا سبانخ مجمدة صفوا السبانخ من الموية، لأن سبحان الله الورقيات لتجمدت تطلع موية. ويستحسن إنكم تستخدموا سبانخ طازجة. ولازم تكون الأطراف يا حبايب قلبي جافة عشان تقدري أنتي تكبسيها وما تفتح معاكي لما تخبزيها زي هذه. وإيش كمان يا ربي وما عليكم من هذه مسويها ولدي أكيد أخليها ويأكلها بإذن الله. ما أكسر بخاطره أكيد أجبر بخاطر أبنائكم. زي ما أنتم شايفين ودحين بذوقها معاكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن العجينة خيال. خلنا أذوق بسم الله مع أنها مرة ساخنة جدا. بسم الله مرة ساخنة تحفة تحفة تحفة. الأول مرة أجربها بإضافة دبس الرمان وطريقة يا بنات طريقة لف السبانخ المعروفة القديمة. شوفوها فيديو توليفة زهور. روحوا الفيديو توليفة زهور
مسويت لكم فطائر السبانخ بالملي بالملي. تعرفوا ايش يعني بالملي؟ انا سويتها اختصار مختصرة جدا جدا. هي سوتها بالطازجة وانا علمتكم انكم عادي بامكانكم انكم تعملوها بالمجمدة. بس اكيد 100% المفضلة اكيد الطازجة. بس سبحان الله والله شوفوا كأنها طازجة مرة جميلة جميلة وهشة وهشة وجميلة. وبإذن الله أكتب لكم طريقة عجينتي بصندوق الوصف. ولا تنسوا حبايب قلبي إنكم تشتركوا بالقناة. وشكرا شكرا من أعماق قلبي للمشتركين الجدد. وأكيد حبكم لي وحبكم لقناتي القناة رايحة تكبر. وأتمنى إنكم ما تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو هذا وترفعوا لي إياه بإذن الله عشان يجيني مشتركين بالقناة. وبس والله حبيت أعلمكم إنكم جربوا طريقة السبانخ على طريقتي تكون إنها مجمدة وعلى طريقة توليفة زهور قناة توليفة زهور طازجة. وأعطيكم الصحة والعافية ومع السلامة.